السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم؟ عاملين ايه؟ كل سنة طيبين وربنا يعود علينا الأيام دي بألف خير إن شاء الله، وعلى الأمة الإسلامية كلها، ويرفع عننا الوباء والبلاء إن شاء الله. السنة الجاية ما يكونش فيه وباء نهائي إن شاء الله بإذن الله. حبيت أعمل لكم الزبادي اللي هي أول حاجة للسحور عندنا. طبعا شايفين شكلها عامل ازاي، جامدة وكريمي وحلوة جدا، وطعمها بصراحة حلو قوي. وعملت كمان، ما نسيتش الأطفال، إن أنا عملت لهم زبادي بالفراولة. دي كده الزبادي السادة، ودي زبادي بصوص الفراولة، حاطة فيها صوص من جوه، بيبقى فيها زي قطعة فراولة بس بتبقى حلوة قوي، زي الزبادي اللي بتتباع بره بالظبط، وزبادي الشركات من غير مسميات اسم الشركة ايه، بس زيها بالظبط ونفس الطعم ويمكن احسن كمان. دي كده بالصوص، وعملت كمان زبادي بالفراولة سادة، يعني عشان كمان ما نسيتش الاطفال. انا عندي ابني عامة ما بياكلش غير بالفراولة، فعشان كده عملتها. وفي نفس الوقت لو عجبتكم الفكرة ممكن تعملوها ان شاء الله. ويلا بينا نشوف الطريقة ازاي. وقبل ما نبدأ، لو ما اشتركتش لسه في القناة دوسي على زر الاشتراك والجرس عشان يوصلك كل فيديوهاتي الجديدة، واللايك بقى يا جماعة عشان كله يستفاد من الوصفة، وشير لكل اصحابكم. ويلا بينا نشوف الوصفة. كل المقادير اللي محتاجينها: كيلو لبن هنغليه وهنسيبه يبرد شوية بالشكل دوت كده، اللبن على النار ده كيلو بس، كيلو لبن، ده لبن عادي. لو انت عايز تعمليه لبن جهينة او المراعي او اي لبن عادي او حليب عادي مفيش مشكلة، بس انا بفضله الحليب اللي هو السايب، بيبقى فيه دسم اكتر. يعني كده اتغلى خلاص الحليب وسايباه بقى يبرد. بعد ما يبرد ويكون دافي، يعني يكون دافي يعني تقدري تستحملي حرارته على ايديكي زي لبن البيبي كده، هنحطه كده في، ونحط معاه معلقة سكر وعلبة زبادي. يعني كيلو لبن بياخد علبة زبادي عليه بالشكل ده. ممكن تضربيهم في الخلاط او بالهاند بلندر عادي، او تدوبيهم على ايد الجامد او بمضرب يدوي، مفيش اي مشكله باي حاجه، بس اهم حاجه تدوبيهم كويس جدا في اللبن بالشكل ده. هي دي اهم خطوه في الزبادي، ان انت تدوبي الزبادي كويس في الحليب. يعني احنا كده خدنا نص الحليب، ضربنا فيه الزبادي، علبة زبادي واحدة ومعلقة سكر بس كده، هي دي كل المكونات الزبادي. هنضيف بقى نص الحليب اللي احنا دوبنا فيه الزبادي على النص العادي، ونقلبهم على بعض، ونبتدي نحطهم في الأطباق او في البولات او الفخار البرام اللي هنعمل فيها الزبادي. هنكمل بقية الكمية بالشكل ده. كده انا هعمل 4 زبادي سادة، وهجيب بقى المكون الرئيسي اللي هيخلي لي الزبادي بالفراوله، وهو شربات الفراوله. يعني شربات الفراوله ده بيتباع عند كل البقالين او اي سوبر ماركت، الشربات اللي بتعمل عادي، هوريكي شكله دلوقتي. طبعا الشربات ده هو سر الزبادي اللي بالفراوله اللي هيخليها لك زي بتاعه المحلات والشركات بالظبط. كده دوبنا عليها الشربات. انا هنا عندي صوص فراوله، او لو عندك مربى فراوله هتطلعها لك كمان زي الزبادي اللي بتشتريها، فيها قطعه فراوله من جواها، في زبادي بتبقى بقطع الفواكه، دي كمان حلوه قوي. يعني عملت منها 2 جميله جدا، هوريها لكم من جواها بعد ما تخلص هتبقى عامله ازاي. وعملت واحده ساده. ممكن تستبدلي برضو الفراوله بخوخ او اي فاكهه تانية. هنا في صينيه فيها ميه دافيه شويه فتره، يعني حطيتها فيها البولات اللي فيها الزبادي، وهغطيها بورق فويل بالشكل ده. طبعا هكون مسخنه الفرن، الفرن دافي، وهدخل فيه الصينيه كده زي ما هي، بس يكون مطفي الفرن دافي بس، يعني تكوني مسخناه ومدفيه شويه. هقفل كده الصينيه بالزبادي اللي فيها، والصينيه فيها ميه، هقفلها بورق الفويل علشان يساعدها على التخمير شويه، وادخلها الفرن لمده 5 ساعات، من 5 ل6 ساعات بالشكل ده. كده انا هسيبها في الفرن من 5 ل6 ساعات، وبعد ما تخلص هفتح عليها واوريكم شكلها ازاي. كده عدى 5 ساعات عليها، فتحت عليها كده بالشكل ده، حتى هتلاقوا الورق الفويل فيه بخار من فوق، بخار الميه زي ما انتم شايفين. وشوفوا بقى شكل الزبادي، بقت جميله، يعني احسن من بتاعه بره، وانضف وكميه اكتر كمان. وشوفوا شكلها متماسك ازاي وجامده. انا لسه هحطها في الثلاجه، يعني هي كده لسه دافيه شويه، انا بقى هحطها في الثلاجه واوريكم كمان لما تجمد هتبقى عامله ازاي. يعني هي كده بصوا وجامده، ما فيهاش اي حاجه بصراحه، يعني طريقه حلوه قوي
وزبادي طازه ضمناها عاملاها بايدك احسن من بتاعت بره بكتير واوفر بكتير كمان، هتوفر عليكي كتير. شايفه الكميه دي كلها من كيلو حليب، دي الزبادي اللي فيها الصوص من جوه، حلو قوي لو تيجي تاكليها بتحسي ان فيها قطعه فواكه. ودي الزبادي الساده، وهوريكم شكلها بعد ما اطلعها من التلاجة. هدخلها التلاجة وبكده شكلها بعد ما طلعت من التلاجة. انا طبعا احسن حاجة لما تحطي اي حاجة في التلاجة تغطيها، يعني غطي كل علبة بورق فويل زي ما انا كنت مغطيها كده اضمن. وده شكلها كده النهائي بعد ما سقعت خالص، شايفين طبعا ولا اي حاجة، يعني بصراحة زبادي من الاخر يعني. ده شكل كده الزبادي السادة، وهوريكم شكل الزبادي الفراولة كمان حلو قوي، واللي في البرام برضو انا عجبني برضو اللي في البرام عشان شكلها حلو، بس حبيت اعمل لكم كل الاشكال. ده شكلها كده جامده وناشفه وطريقه سهله وحلوه ومضمونه. وزبادي بقى كريمي، يعني مش عارفه اقول لكم قد ايه كريمي، هوريكم كده اقربها من الكاميرا وشوفوا شكلها ووشها عامل ازاي، حلو قوي قوي يعني ما بتقعش. اعملوها ولا ضمانتي، هتعجبكم جدا ومحتاجه ارائكم، اعرفها ايه في الكومنتات برضو. وهوريكم بقى الزبادي اللي بالفراوله، الزبادي اللي فيها صوص فراوله بتبقى طريه شويه من تحت عشان الصوص ما بيجمدهاش من تحت، بس بتبقى ماسكه نفسها. لكن الزبادي الساده يعني زي ما انتم شايفين كده بتتحرك في الكاس، لان من تحت الصوص طبعا ما بيجمدش. هوريكم بقى اللي هي اللي بالفراوله لوحدها بتجمد، لان مفيش حاجه طبعا بتبقى سايبه من تحت. دي كده السادة فراولة سادة، وطعمها بالظبط بالظبط زي بتاعة الشركات، يعني مش هتفرقيها عن الزبادي اللي بتشتريها نهائي اللي بالفراولة. جربوها بقى وقولي رأيكم، شايفين ولا بتتحرك ولا بتقول يا عيني. عايز اعرف بقى رأيكم ايه بعد ما تجربوها، والتجربة معاكم بقت عاملة ازاي في الكومنتات. وده كده شكل الزبادي اللي معها صوص الفراولة، شوفي بقى بتاكليها الصوص فيها من تحت ازاي، طعمها كلها عبارة عن فراولة. لو ما عندكيش صوص فراوله ممكن تحطي مربى فراوله، يعني اي حاجه تكون فيها طعم الفراوله بالشكل ده. طبعا حلوه جدا وطعمها جميل، وشايفين بقى الصوص فيها حلو جدا، يعني الاطفال هتعجبهم قوي. وان شاء الله تكون وصفتي عجبتكم للزبادي، وبكيلو لبن وكوبايه زبادي هتعملي كل الكميه دي معاكي، كميه موفره جدا. وعملت زبادي بالفراوله وزبادي ساده، وكل سنة وانتم طيبين. ولو عجبتك الفكرة ما تنسيش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس واللايك والشير. وعايزة اوريكي شكل الشربات الفراولة للي ما يعرفوش، ده شكله كده عشان نسيت اوريهولك في اول الفيديو. بيتباع كده عند البقال او اي سوبر ماركت، شراب الفراولة او شربات الفراولة ده اسمه، ده اللي بيدينا اللون البينك في الفراولة. وده الصوص اللي حطيته في الكاس من تحت، لو حابة تبقي عارفة مكوناتك ايه. من كيلو لبن وواحدة زبادي عملنا كل الكمية دي، بالفراولة حطينا الشربات والصوص. وإلى اللقاء في فيديو آخر مع هيام صقر.